التدعيم للكلام اللي كنا نقولوا فيه، انه علاش قلت لك ان بالنسبه احنا هذه الحمله اللي قمنا بها لاستخلاص الديون هذه مكنتنا باش الساعه باش نقف على بعض الوضعيات باش نصححوا بعض الوضعيات، مثل وضعيه المواطنه هذه، المواطنه اللي قالت راهو بالنسبه بعثوا لها عندها ديباسمون دو بلافون، وقالت راهو المبالغ هذيك راهو انا عندي مرض مزمن. صحيح؟ مشات شدوا لها الملف نتاعها، يلقاو اللي هي عندها مرض مزمن، وبالنسبة راهو فما الخطأ التقني، خطأ تقني أنه بالنسبة ما تحطش الواحد رمز المرض المزمن، ووقت تسويت الوضعية بتاعها، والمرأة هذه بعد ما كان عندها معناها مبلغ ما تجاوزته ويلزمها تخلصه، ولا بالعكس معناها وضعيتها مساوية وما فماش حاجة. وهذاك علاش أنه دعوة المواطنين أنهم يبادروا يمشيوا للصندوق يطلبوا كشف، وإذا كان عندهم مرض مزمن يقولوا راه عندنا مرض مزمن، يثبتوا لهم كل شيء،